لا لاختبارات PCR، لا للإغلاق، نريد طعاماً، نريد الحرية. هتافات جمعت المحتجين في عدة مدن صينية خرجوا للتنديد بسياسة الحكومة وإجراءاتها الصارمة المتبعة في مواجهة كوفيد-19. من بكين وشنغهاي ووهان وغيرها من المدن الصينية خرج الناس غاضبين متظاهرين على القيود التي تفرضها سلطات البلاد منذ نحو 3 سنوات للحد من انتشار الوباء. احتجاجات جوبهت باصطدام مع رجال الشرطة الذين حاولوا تفريق المحتجين في بعض أنحاء شنغهاي، المدينة التي فرض على سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة إغلاقاً خانقاً على مدى شهرين. سرعان ما عاد الناس للتظاهر بعد ساعات من تفريقهم حاملين أوراقاً بيضاء في خطوة أصبحت رمزاً للاحتجاج على الرقابة في الصين. وسائل إعلام محلية ودولية تحدثت عن أعمال عنف واعتقالات في بعض المدن بعد إطلاق متظاهرين هتافات ضد الرئيس الصيني والحزب الشيوعي. تبع ذلك انتشاراً لمقاطع فيديو على مواقع التواصل أظهرت أشخاصاً يهتفون للديمقراطية وسيادة القانون وحرية التعبير قبل أن تحذف من الإنترنت مع حظر لوسم الاحتجاجات وحذف مقاطع الفيديو الحساسة من المواقع الصينية. استياء أججته حوادث عدة نجمت عن تباطؤ في وصول الخدمات الصحية بسبب القيود السارية على غرار حريق مدينة شينجيانغ بتركستان الشرقية الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة مثلهم إثر اندلاع حريق بمبنى سكني في أوروميتشي مع عجز فرق الإسعاف والإطفاء عن إنقاذهم بسبب ما أشيع عن كون المبنى خاضعاً للحجر والحواجز التي حالت دون ذلك. نور الحاج، تريتي عربي.